بشاير ورق العنب ب65، كان وصل 80 يعني، نزل ل65 جنيه ورق العنب والمحشي زي ما انتم شايفين حضراتكم، والكرنب والخس. صباح الخير عليكم مشاهدي متابعي مصر اليوم، الجمعة جمعة مباركة عليكم 12 رمضان. بكام الكرنباية يا معلم؟ الكرنباية ب25 والخس بيبقى ب5 جنيه. الليمون بكام النهارده؟ ب20 بس. البسلة ب25. الخضرة بكام؟ 3 ب5. 3 ب5 الخضرة والبنجر؟ 3 ب5 بنجر. والخس؟ كابوتشا ب10. خس كابوتشا ب10 والبنجر ب20 جنيه. وجوافة البناتي ب25. ونحكم الجولة داخل السوق، الاستفندي ب12.5 والفراولة ب25 ورق العنب بدأ ينتشر زي ما انتم شايفين حضراتكم ب65 والأرنبيط كام الأرنبيط يا معلم؟ 30 والكرنب الكبير ده؟ 25 الأرنبيط ب30 والكرنب نوع ايه الكرنب ده يا معلم؟ ها؟ كرنب بلدي. كرنب بلدي ب25 وربطة الخضار 3 ب5 والليمون ب25. يعني نزلنا مع حضراتكم داخل السوق، وبطاطس ب6.5 وب12 جنيه البطاطس، وفي منها ب15، بصل ب15. كل ما تعدي عليك. يعني زي ما انتم شايفتوا حضراتكم يعني خضره، قلنا كام الخضره النهارده؟ صلي على النبي يا باشا. السلام. 3 ب5 شيله بقى. يعني رابطه كبيره ما شاء الله عليكم. حلوه جميله. والخص بكام؟ الخص ب10 وفي 2 ب15. 2 ب15 و5. والكرنب ده؟ ب20. نوع ايه؟ موريكا واحده؟ نوع ايه؟ جنزوري ولا بط ولا ايه؟ بط يا باشا. بط. مفيش بلدي في السوق؟ مفيش. ما حد بيقول لي بلدي. لا مش جاي بلدي. طيب الست البيت بقى تختار الكرومبا ازاي؟ تختار الكرومبا البيضة يا باشا، من جوه الرجال يبقى ابيض. يبقى ابيض زي كده. ساعات بتخبطوا عليها كده. بيخبطوا عليها كده تكون عشان تكون مليانه ولا ايه بالظبط؟ المليانه والفاضيه، في ناس بتختار المليانه وفي ناس بتختار الفاضيه. الفاضيه بتبقى مهويه ورقها كتير. والكبسه دي بتتعبها هي. بس في ناس بتاخد يعني المليانه. اذواق. اذواق. الكنتالوب بكام؟ الكنتالوب ب20. لسه بشاير صح؟ بشاير. بشاير ب20. يعني اذا شفت حضراتكم شفتوا الكنتالوب لسه بشاير ب20 جنيه، وما زلنا داخل السوق ونعرف الاسعار. الطماطم المجنونه ب5، وفي بطاطس ب10، والثوم ب25 المليان الابيض، وفي منه ب20. ما زلنا مع حضراتكم داخل السوق وكمان نعرف باقي الاسعار. الموز ب12، ونعرف كمان اسعار البقوليات. وطماطم ب6.5، بصل ب20، فاصوليا بكام يا معلم؟ فاصوليا بكام يا معلم؟ كام فاصوليا؟ ب40 الفاصوليا، والكوسه ب15، بصل احمر ب20، خيار ب15، الفلفل ب19.5، البصل ب15. نزلنا مع حضراتكم داخل السوق، طماطم ب6.5 احسن طماطم، واحسن بطاطس ب16، وهنا ب14 و12. هنعرف اسعار البقوليات كمان، الرز والعدس والفول. صباح الخير يا حاج. ايه الاخبار؟ اسعار ايه النهارده؟ اسعار 100
الجامعية. جميل. العدس بكام النهارده؟ العدس ب60 و 60 ب60 كله ب60؟ 60 اه. ده نزل خالص؟ ايوه نزل. ما شاء الله. طب الرز؟ الرز نزل برضه. جميل. 32 و33. كويس والله، كان وصل 35. والفول؟ الفول 45. ونفس المجروش هو هو؟ ايوه. اه. المكرونات؟ المكرونات نزلت برضه، بقت ب 28. ايوه والله كويس. والله كويس كويس والله. الاسعار بدات ترتاح، بدات ترتاح شويه. اه. الترمس عشان العيد بقى، كل سنه طيب. 45. الفشار 55. الفشار 55. والحمص؟ الحمص 80. وابو جبه نفس السعر؟ 60. 60 برضه كله. آه. بسعر واحد. يعني زي ما شفت حضراتكم، يعني الاسعار بدات ترتاح شويه، و يا ريت التجار بقى اللي حاجه ترتاح فعلا يبيعها زي ما انت بتبيع كده. لا لا، حاجه بقى ترتاح ومرتاح اكتر من كده تمام. انا كسبان. آه. فيها كسبان. ايوه كسبان. طب مفيش حد بيخسر يا حاج؟ لا لا كسبان، مفيش حد بيخسر، في مكسب كمان. آه. فيها البارح بكام النهارده؟ ب60. عجوه ده؟ اه. والزبيب؟ الزبيب ب 160. 160. والسوداني بتاعنا 140. والبربعينات بقى اللي هناك دول كلهم ارتاح شويه عن بدايه. والتسالي؟ التسالي ب 80. 80 جنيه. اه. كله يعمل فرح. ربع كيلو يفرح البيت كله. ايوه. شكرا ليك حاج. زي ما شفت حضراتكم الاسعار بدات ترتاح في البقوليات، يعني العدس كان وصل 80 و85 نزل 60، والفول نفس الحكايه، والرز والمكرونات كانت وصلت 30 و32 بقت ب 28. شكرا لحضراتكم مشاهدي متابعي المصري اليوم، كنت معاكم انا عبد الله كتير مراسل الجريده. احنا في سوق الغردقه حضراتكم، وعرفنا الاسعار بكليات والفواكه والخضروات، ونلقاكم في القادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وامنه.